اهتمامنا بالطفل بالذات هو يندرج ضمن التأسيس لثقافة مجتمع تقوم على التسامح وثقافة مجتمع تثمن الذاكرة. يعني كيشوف عروض مسرحية في المستوى ويشوف نصائح مسرحية من خلال كنسألوه بعد العرض المسرحي ويجاوب عليه يدي جائزة نحفزه الطفل. والهدف الثاني اللي ثاني من الأيام هذه أننا نحيو النهضة الثقافية المسرحية في ولاية الجلال. واليوم كانت لنا فرصة لعروض مسرحية هادفة من تقديم جمعية إشراق وفنون، هذه الجمعية الفتية التي اكتشفناها اليوم مع الأطفال والبراعم لمدينة ولاية الجلال، ونتمنى أنها تكون دائما لنكتشف هذه المواهب.